السلام عليكم الحباب نتاعنا، كيف نتوما؟ لاباس بخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير. مرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات فتحي. اليوم غادي نوجدوا القرنبيط أو الشفلور بجوج تاع الطرق. تابعوا معنا الفيديو إلى الأخير وفرجة ممتعة للجميع، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تكتبوها لنا في التعليق. بسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. أول حاجة هي المقادير: عندنا حبة من القرنبيط أو الشفلور، حبات من الطماطم، حبات من البيض. دائما سيداتي على حسب أفراد الأسرة نتاعك. عندنا جوج الفصوص تاع الثوم، التحميرة أو البابريكا، ملح، إبزار أو فلفل أسود، كمون، وعندنا القزبر ومعدنوس اللي مدقوقين من قبل. ولا بغيتي تضيفي اي نوع من التوابل ضيفيه، انا مازال غنضيف في الطاجين ديالي خرقوم او الكركم. هنا اول حاجه غادي ناخذها سيدتي هي الحبه تاع الشيفلور او القرنبيط، كنزولوا لها القشور ديالها وغادي نقسموها على جوج. كناخذوا النصف الاول وكنقطعوه الى قطع صغيره. كتقطعي سيدتي على حسب الاناء اللي انت غتوجدي فيه الوصفه ديالك، فانا الوصفه الاولى غادي نوجدها في الطاجين، فكنحاول نقطعه قطع صغيره. فضروري الناس تاع المغرب، ضروري الوقت اللي كيكون موجود فيه الشفلور هو نيت هاد الوقيته، راه موجود الشفلور وكاين، يعني كاين بكميات كبيره، فلما لا نستغلوه وكيجي زوين بزاف. فاول حاجه غادي نوجدها هي الطاجين تاع الشيفلور بالبيض، من الاكلات المشهوره والمعروفه في المغرب، وفي نفس الوقت كيجي رائع في المذاق. هنا من بعد ما قطعنا الكميه ديال الشيفلور او القرنبيط، غادي ناخذ اناء اللي وضعنا فيه كميه من الماء وقطرات من الحامض. ضروري كنوضعوا الحامض سيداتي، كنغسلوا به القرنبيط. الا ما عندكش الحامض سيداتي، فاثناء السلق ديالو وضعي قطعه من الخبز. اتقولي لي علاش غنوضع الحامض او القطع تاع الخبز؟ كنوضعوه لتجنب الرائحه، فالحامض او الخبز ما كيخليش لنا الرائحه تاع القرنبيط او الشيفلور نهائيا في المطبخ. فهنا في اناء اللي وضعت فيه الماء مغلي من قبل، وضعت فيه الشيفلور ديالي، الكميه اللي قطعت، وضعت القليل من الملح وجوج حبات تاع او فصوص تاع الثوم. هتقولوا لي علاش غلينا الماء من قبل؟ باش ما ياخذناش وقت اطول في الطهي، فهنا كياخذ ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق وكيكون واجد. هنا في الطاجين اللي غادي نوجدوا فيه لاصوص ديالنا او الصلصه، وضعت بصله اللي قطعتها الى قطع. انا هنا خديت بصله كبيره قطعتها وضعتها في الطاجين. دائما النار ديال الطاجين كتكون مهيله، ما كتكونش مشهده بزاف باش ما يتحركش وما يطرطقش. هنا وضعت القليل من زيت الزيتون او زيت المائده على حسب اللي متوفر عندك سيداتي، قليل من الملح، وكنخلي البصله حتى كطيب لنا البصله. من بعد غادي نضيفوا ليها الفلفل الحار اللي كيعطينا واحد المذاق رائع جدا في الطاجين. كنتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه، وانا اكيده انه غادي يعجبكم. هنا غادي نوضعوا حبات تاع الطماطم اللي قطعناهم من قبل وزوننا لهم القشره نتاعهم، وزوننا لهم حتى ديك الزريعه ديالهم. غادي نوضعوا الثوم، وغادي نخليو الطاجين ديالنا حتى كطيب لينا الطماطم. من بعد ما كطيب لينا الطماطم، كنوضعو طماطم مركزه والقزبر ومعدنوس اللي قطعناه من قبل، التحميره او البابريكا، الكمون، الابزار او الفلفل الاسود، الخرقوم او الكركم. من بعد ما ضفنا جميع العناصر، فهنا كنخليو حتى كيطيب لينا مزيان، كما كنضيفوش الماء نهائيا. يعني هاد الطاجين تاع قرنبيط او الشيفلور بالبيض ما كنضيفوش ليه الماء نهائيا لان النار مهيله، فكنطيب في لاصوص تاع الطماطم والبصله كيكونوا كافيين
كيف كيبان لك سيداتي في الصورة؟ فهنا من بعد ما صبحات الصلصة او لاصوص واجدين، غادي نضيف لهم القرنبيط اللي سلقته من قبل وزولته من الماء وخليته على جنب. فكيف قلت لك سيداتي، فكنحاولوا ما نسلقوش الشيفلور او القرنبيط مزيان باش ما كيتخسر لنا الشكل ديالو، وحتى طريقة التحراك فكنحاولوا نحركوه كنحركوه بشوية باش ما كيتخسر لنا الشكل ديالو. هنا من بعد ما كنحركوه مزيان غادي نغطيه وخليه حتى كيشرب لينا الصلصة او لاصوص. كنخليه تقريبا 1 5 دقائق. من بعد كنزولوا الغلاقه تاع الطاجين ديالنا وكنضيفوا البيض. فهنا كنضيفوا البيض عشوائي، واكيد انتي سيداتي راك مبدعه في المطبخ ديالك. فهنا كنحاولوا نديروا الديكور ديال الاكل. كنحاولوا نرسموا في الطاجين ديالنا. كيف كنقولوا هنا في المغرب، فالعين كتاكل هي الاولى. فهنا من بعد ما وضعت الكميه نتاع البيض اللي انا محتاجاها، غادي نغطي على الطاجين ديالي وغادي نخليه حتى كيوجد لي البيض، وكيصبح الطاجين ديالي واجد تماما كيف كيبان لك سيداتي في الصوره. كنتمنى انه يعجبك، الا جربتيه وعجبك فما تنسيش تكتبيها لينا في التعاليق. غادي ندوزو الوصفه الثانيه، الشيفلور اللي سلقناه بنفس الطريقه. فهنا في اناء تاع الزاج غادي ندهنوه بالزبده، وغادي نوضعو فيه القطع تاع الشيفلور. انا هنا غادي نضيف البطاطا. هنا خديت 2 حبات تاع البطاطا وقطعتهم على شكل مكعبات وسلقتهم ووضعتهم، كيجي الشكل ديالهم رائع وكيجي حتى المذاق روعة. فالبطاطا كتواتى بزاف مع الشيفلور او القرنبيط، فكنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقة. فهنا من بعد ما وضعت الطبقة الاولى تاع القرنبيط او الشيفلور، الطبقة الثانية تاع بطاطا مسلوقة. فهنا غادي نضيف البيشاميل، واكيد كل شي كيعرف طريقة التوجيه ديالو. فانا ما كنحاول ما نطولش لي فيديو. غادي نوضعو الفرماج محكوك، ودائما انتي سيدتي كتحكمي في الكميه على حسب افراد الاسره نتاعك. وغادي ندخلو الطاوه ديالنا للفرن، ما كتاخدش لنا وقت بزاف لان جميع العناصر راها طيبه، هي كتاخد لينا واحد اللون ذهبي وكنخرجوها. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها حتى هي وعجباتكم فما تنسوش تكتبوها لينا في التعاليق. ودابا سيداتي ما بقى ليا الا نودعكم الى فيديو قادم ان شاء الله.